مواجهة دنيا بطمة وسكينة غالامور وقنوات عالمية تدخل على الخط. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. ذكرت جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم الخميس 2 يناير 2020 أن الفنانة دنيا بطمة أقرت على امتداد نصف ساعة التي وضعتها أمام مدونة اليوتيوب المعروفة باسم سكينة غالامور المتابعة في حالة اعتقال في قضية الحساب حمزة مومبيبي على نفي أي علاقة لها بالحساب المذكور. غير أن هذا الإنكار لم يقنع قاضي التحقيق محمد الصباري بالمحكمة الابتدائية لمراكش ليقرر إحالتها رفقة شقيقتها على القضاء، مؤكدا ما انتهت إليه النيابة العامة بابتدائية مراكش في وقت سابق بتوجيه التهم لدنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة واستكمال التحقيق معها. واعتبر قرار الإحالة أنه توجد ضد الشقيقتين بطمة قرائن كافية على ارتكابهما جملة من الاقترافات تقع في دائرة المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والمشاركة في النصب والتهديد. كما التمست النيابة العامة إجراء تحقيق إعدادي في القضية واتخاذ تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في كفالة مالية قدرها 500,000 درهم لكل واحدة من المتهمتين وإغلاق الحدود في حقهما. وامتد مثول المعنيتين بمكتب قاضي التحقيق إلى الساعة 5 من مساء الثلاثاء المنصرم، فيما كانت الجموع المتحلقة خارج أسوار مبنى المحكمة وضمنهم والدة المتهمتين وزوج دنيا بطمة تنتظر القرار النهائي قبل أن تنقشع سحب القضية عن قرار التحقيق معهما في حالة صراحة بكفالة مالية حددت ب 30 مليون سنتيم بالنسبة لدنيا بطمة و 10 مليون سنتيم بالنسبة لابتسام، مع إحاطتهما بجدار الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، مع تحديد جلسة التحقيق المقبلة بتاريخ 10 فبراير القادم. وسيبرز اسم المغنية دنيا بطمة على سطح القضية مع استدعائها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليها على خلفية الشكاية التي تقدم بها نشطاء الهيئة الحقوقية المومئ إليها خلال شهر يوليوز المنصرم للوكيل العام باستئنافية مراكش حول ما تعرض له رئيس الجمعية وبعض المحامين من أعضائها من حملة تشهيرية مترعة بألوان القذف والقدح على صفحات حساب حمزة مومبيبي، وبالتالي المطالبة بالاستماع لدنيا بطمة على خلفية اتهامها من طرف بعض ضحايا الحساب المذكور بكونها من يقف خلف حملات التشهير التي طالتهم. ودائما وفي نفس قضية الفنانة دنيا بطمة، حيث وصل صيت القضية إلى قنوات عالمية، فقد تحدثت عنها قناة بي بي سي التي سلطت الضوء على الحدث الذي أصبح يشغل الرأي العام، كما أكد مذيع برنامج ترونذينغ عن الاتهامات التي طالت الفنانة المغربية في الفترة الأخيرة، مما خلق الموضوع الكثير من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث عبر العديد من المغردين عن استيائهم لما آل إليه الفن في المغرب وطالبوا بمعاقبتها.
أما بخصوص أهل حيها وجيرانها فقد أكدوا بأنهم كانوا دائما ما يساندونها في كل صغيرة وكبيرة، ولكن ما وصل الحال إليه الآن فقد أكدت امرأة تقطن في الحي المحمدية بأن الفنانة المغربية هي صاحبة الحساب وهي من تديره، وأن على القضاء أن يردع أفعالها المشينة، فيما أكد أحدهم بأن الإنسان يخطأ ولا يجب أن تذكر فقط السلبيات حولها لأن هناك إيجابيات أيضا. أما اليوتيوبرز الشهير والمعروف باسم هشام الزروالي الذي أكد بأنه كان من بين ضحايا الحساب، وأكد ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية باليوتيوب، وطالب السلطات بأن تعاقب الفنانة دنيا بطمة على أفعالها، وأكد أنها من تدير الحساب وذلك راجع لانتقامها من كل من يخالفها أو يتشاجر معها، كما ذكر أنها كانت السبب الرئيسي في تشويه سمعة الإعلامية المغربية مريم سعيد، حيث خربت حياتها المهنية والزوجية بعد نشر الحساب لصور فاضحة تعود لها في السابق، وكل ذلك بسبب أن الإعلامية لم تتكلم عنها جيدا في أحد حلقات برنامجها على الـNBC. كما أكد هشام الزروالي خلال حديثه بأن على جلالة الملك محمد السادس أن يسحب منها الأوسمة التي حصلت عليها بعد أغانيها عليه، وأكد كذلك بأن محمد السادس محبوب لدى المغاربة بدون أغاني دنيا بطمة، وأنها يجب أن تمسح كل أغانيها على الملك لأنها لا تشرفه على حد قوله. سول كينغ يعد بكسر اليوتيوب مع سعد المجرد. نشر المغني العالمي سول كينغ مساء أمس الثلاثاء صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الإنستغرام رفقة النجم المغربي سعد المجرد أثناء تواجدهما بأحد ملاعب الغولف بمدينة مراكش. وعلق سول كينغ ذو الأصول الجزائرية على الصورة بهذا النوع من الاتحاد لكسر يوتيوب للنصف، مضيفا علم الجزائر والمغرب بجانب التعليق. ورجح البعض أن هذا التعليق هو إعلان من المغني الجزائري سول كينغ عن عمل جديد سيجمع بينه وبين النجم المغربي سعد المجرد في الأيام المقبلة، خصوصا أن صداقة قوية تجمع بين الاثنين من الممكن أن تكلل بديو عالمي. كما كتب سعد المجرد في تعليق له على الصورة نفسها: من دواعي سروري أن ألتقي بك أخي. سلمى رشيد تكشف عن وجه طفلها يانس. بمناسبة حلول العام الجديد كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد عن وجه طفلها يانس، وعلقت سلمى رشيد على صورة تجمعها بوحيدها يانس أجمل بداية لعام 2020، وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها سلمى رشيد عن وجه طفلها الذي أتم شهره الثالث. يشار إلى أن سلمى رشيد كانت قد وضعت طفلها يانس في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي، ولكنها نفت أن يكون السبب هو حصول ابنها على الجنسية الأمريكية. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكب الفن، قناة تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير، أخبار حصرية، فيديوهات أسرار النجوم المغربية والعربية والعالمية، أخبار وطنية ساخنة على مدار الساعة. تمتاز قناتنا بالمصداقية والتحري على الخبر قبل نشره، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك ودعمنا بالضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل جديد. شكرا لكم.